أم عراقية طيبة من أمهاتنا قالت لابنها عند غراض بالسوق ما تروح وياي نجيبهن. قال لها بجري ما طلع وياها. من باب الصدفة اجت هاي البنية اللي يحبها هي وامها تلاقن ذن بنات ديرة. وحدة سلمت على أخرى، أم البنية سألت أم الولد قالت لها خيرك اليوم بالسوق؟ قالت لها ما تدرين؟ قالت لها لا والله ما أدري. قالهم الأسبوع الجاي زوج وليدي. هاي بنتها سمعت صارت حمرة وانقهرت راحت لغاد وخفت ما تريد تسمع بعد باقي الحديث. المهم راحت هي وبتها هذا جر امه قالها يمه شلون ايش تحكين ما شفتيها خويا صارت حمرة وانقهرت؟ اسمع امه قالت قالت له خلي ينقهر ويقوت والنوب قهره يصير احلى من الصير وجناته حمرة. خلي ينقهر يا صدق ابو وليد صدق خلي ينقهر ويضوج والنوب قهره يصير احلى من الصير وجناته حمرة. وهذا علاوي قبل زواجه باسبوع توفت مرته. نريد نقول مالج خطيه مكمل كل شغله بس الزفه وياي. المهم قبل اسبوع توفت وهو خاطبها ومالجها عن حب. ركزوا وياي عن حب. رجع علي للبيت طلع الغرفة والأخشاب حرقه وجاب له فنار رسم صورتها بالقاطع اللي من يفتح الباب تصير قبالة. فكل ما يطب ويشوفه يشق هدوه. يوم من الأيام جت بالحلم قالت لعلاوي حيل تأذيني من الشق هدوه. طلع لها غرفة قاعد يم قبرها تدرون ايش قابلها؟ قالها شق الهد مكروه والدعم نيته والجلد لوه قماش شككيته.